شو ظريف عن جد؟ قصدي الصف ظريف كتير، ما هيك؟ ماما، يعني نحن واقفين بصف طويل وناطرين من الصبح، وحتى هذا الصف شايفتيه ظريف كمان. طيب شو أعمل يا أمي؟ أوف، بهالحالة إمتى رح نفوت على الدار وإمتى رح نتوصل ونطلب دعواتنا؟ هي على حظنا، لإمتى رح نستنى؟ والله تأخرنا. ماما، صرنا واقفين بهالصف الطويل شي 4 ساعات، وبظن بدنا لنصلي تقريباً شي 3 ساعات. والله فرطنا من التعب. 3 ساعات تانية؟ لا، شو أعمل؟ لك تصرفوا. مرت عمي؟ ماما؟ يلا بعدكن واقفين. الظاهر إنه لازم أعمل شي حاسم. لقيتها. مرحبا عم، ليك عم رح أعطيك 100 روبية، بس بدي منك طلب، خلي الواقفين ورا يقربوا شوي. صبايا تعالوا لهون، ليش هيك واقفين ورا قربوا؟ نحنا؟ ايه انتو؟ ايه تعالي على اول الصف وعمل اللي عليكي. عم بيوجبونا يا بنات، مو معقول. غريب مرت عمي، بعتقد انه الله استجاب لدعائك. الحمد لله. ايه كأنها معجزة وصارت. نحنا محظوظات يا بنات. يلا تفضلوا. وشلون هيك فجأة طلبونا لقدام بقى؟ ليش عم بيعملونا بهاللطافة؟ انتو فكرتوا شي؟ ليش عم تحس بيها زيادة لاكشمي؟ حتى لو هدول كانوا عم يعملوا معنا معروف، نحنا لازم نقبل هذا المعروف عن طيب خاطر، ونحنا مبسوطين وشاكرين. وإلا الناس رح يعصبوا ويزعلوا منا. لاكشمي، ليش عم تفكري زيادة؟ يلا يلا, يلا بعدكن واقفين، خلونا نفوت. يلا تعالوا، يلا امشوا. شكرا. شو؟ لقدام؟ يلا يا بنات لقدام، هلا قدام كمان. حلو. كيفك يا حلو؟ شو انت كمان هون؟ مو معقول. تفضلي خالتي، تفضلي فوتي. شو ظريف. بس ماما، خلينا نبلش فورا ونخلص بسرعة. طلعي، لسه في صف طويل كتير ورانا. ايه ايه وهو هيك. تفضل سيدنا. بفضل لطف الناس معنا وفضل الله علينا، قدرنا ندخل لجوا بهالسرعة العجيبة. ريا، أنا لحالي بعرف كيف فتوا لهون. شو قصدك؟ قصدي يا ريا، شفتي هدول الزوار؟ اللي واقفين بالصف كل واحد رحت وعطيته 100 روبية مشان تفوتوا بسرعة. برافو عليك كران. في حد للتسلاية والولدنة والمسخرة. انت كيف فيك تتصرف هيك تصرفات هون؟ رحت رشيت الناس اللي برا مشان نفوت بالأول؟ انتوا ضلوا وعملوا اللي بدكم اياه، انا ما بدي زور بهي الطريقه. لاكشمي، قليلي شو المشكله اذا عملنا اللي علينا بما انه صرنا هلا هون؟ هذا خطا يا اختي، ما بصير. شو الخطا بهالشي لاكشمي؟ بس هلا اذا طلعتي من الصلاه ورحتي من دون ما تعملي واجبك، وقتها بتكوني غلطتي ورح تندمي. ايه ما حق لاكشمي. انا برايي اذا استغلينا الموقف بهي الطريقه رح يكون خطا اكبر، وأنا ما قلت إنه أنا ما بدي أرجع لهون وأعمل واجبي. رح وقف بالصف مرة تانية، ولما بده يجي دوري بدخل وبعمل واجبي. وقفي لاكشمي، ليكي ما رح تفيدك العصبية هلا. اعملي الواجب بالأول، وبعدين فيكي تطلعي وتبهدلي قد ما بدك، وما حدا بيطلع زعلان.
أنا لما قلت لك من الأول إنه أنا ما بحب لهي الطريقة بالمرة، يعني أنا ما بحب هاي الطريقة. لاكشمي كاران، ترك إيدي. لا ما رح أتركها. قلت لك ترك إيدي، بدي روح. بابا 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 اسمعني، أنا المسؤولة عن اللي صار مبارح، لهيك اجيت لحتى أعتذر منك. بترجاك بدي تسامحني، بس بوقتها كان سوء فهمي الوحيد إني فكرت حدا تاني هو بابيترا، وقمت رحت ولحقتها لهنيك بالوقت اللي ما كان لازم روح وراها أبدا. هذا غلطي، ما تعصب. هلأ بسبب هذا التصرف السيء تشوه اسم عائلتنا بين الناس، بعرف، وانتو اللي تحملتوا النتيجة بسببي. بترجاك يا بابا تسامحني. بابا ليك، بابا بترجاك تسامحني. أنا سامحتك عن اللي صار مع أنه كان صعب كتير. شو ما كان صاير فهو كان بسبب عدم نضجك وفهمك الغلط للموضوع، وأي حدا ممكن يغلط يا حبيبتي. بس أنا الآن مشان حكي الناس اللي رح يقولوه علينا، والله لا يفضحونا، أكيد رح يلاقوا قصة يحكوا فيها وينشروا الخبر أصلا. أنا الآن بسبب هدول الشغلات، لأنه رح تأذيني ورح تأذي بناتي بالمستقبل، وبيجوز كمان تأثر على زواجكم. انسي، رح نحاول ندبرها ونلاقي لنا شي حل. قومي. بصراحة يا جوري، انت ما كان تصرفك واعي، بس انا هلأ مبسوط منك لانك عرفتي وين خطأك وحسيتي فيه، وانا كمان مبسوط لانك بتعرفي كيف تعتذري عن خطأك وتطلبي السماح. الظاهر بلشت تفكري مثل اختك سارفاتي، يعني بنتي جوري ما عادت صغيرة. بابا بترجاك تسامحني. بس لا، انت مكانك مو تحت رجلي، انت مكانك بقلب ابوك بنتي، وانا بعرف انه بنتي ما فيها تاخد اي خطوة غلط ولا ممكن تزعجني. بابا حبيبي.
شو صاير يا أمي؟ مبين عليك قلقان كتير. عم تفكري بخصوص جوري؟ والله يا ابني عم فكر إنه الوقت صار صعب كتير على هالجيل. اللي صار مع جوري خلاها تندم وتحس بالذنب، بس أنا بعرف ومتأكدة يا ابني إنه بناتنا ما ممكن يرتكبوا هيك غلط كبير، غلط ينسيهم قيمهم وأخلاقهم، ولا يمكن حتى. مو الكل محظوظ ليكون عنده مثل هالبنات اللي ما رح يسيقوا لك بيوم. يعني عندك مثلاً رفيقتي سوناندا جيفالا وولادها، العمة سوناندا اللي بأحمد أباد؟ ايه، عم بتمر بوقت صعب ومشاكل، وكله من ورا ولادها الثلاثة ونسوانهم، وكناينا سبب خربان بيتها للمسكينة. قال شو بدهم يقسموا البيت وكل واحدة منهم تاخد راحتها. يا من قال إنه اللي بيكون في عنده ثلاثة ولاد بيكون شخص محظوظ ومالك نص العالم. بس إذا كانوا هدول الولاد مثل منهار وكانتي وهاري ولاد سوناندا وزوجاتهم إندرا كوكيلا بافانا أصغر وحدة، كيف ممكن حدا يخفف همها لهالمسكينة؟ عن جد بخجل كتير وقت بفكر إنه هيك ولاد وزوجاتهم بينتموا لهالعيلة الأصيلة وبينسوا لها كل التقاليد والمبادئ والقيم تبعنا اللي حماها مجتمعنا واللي حافظ عليها من زمن طويل كتير. للأسف مع مرور الوقت عم بتروح من إيدينا كل الأشياء الأصيلة. لا ماما، القصة مانا هيك. لحد هلأ لما تكون العيلة فيها ابن مطيع مثل يوراج وكني مسؤولي ومرباية مثل بافيترا، لحد هذا الوقت مو ممكن الزمن يعمل عملته، ومستحيل يأذي القيم والمبادئ أبداً. أنا ما بعرف شي، عم بقلك متوتر وفايت بميت حيط، فهم يا زلمة حالياً ما فيني ركز بشغلي حتى. هذا الشغل لازم يصير أكيد وبس. يوراج اسمعني شوي، برجع بحكي معك بعدين. بافيترا، شو هالمسخرة؟ ليش عم تعملي فضيحة؟ ليش؟ شو عملت؟ شو صار؟ بافيترا، هذا الشي المولدن اللي عملتيه بسبب هالتصرف السخيف اللي عملتيه، حقيقتنا كانت رح تنكشف قدام العيلة ونتبهدل، وانتي عم تسألي شو صار؟ ما شفتي بعيني؟ ما شفتي قديش أبي وباقي العيلة كانوا معصبين لمجرد انه أختي جوري كانت هني؟ إذا عرفوا حقيقتك وقت الدنيا رح تخرب فوق راسنا، شو رح نعمل؟ فكرتي شي مرة؟ شغلي مخك. هالعلاك شو كان إله داعي؟ أساساً شو كان في إله طعمة إنك تروحي رقيد لعند راسي اللي خانهم بهداك الوقت؟ ها؟ جاوبي بافيترا! كان في داعي يوراج. معلمتي كانت ليلتها مريضة كتير، وطبعاً كان لازم روح وشوفها واطمن عليها كمان، فهمت هلأ؟ بافيترا، اسمعي هالتنبيه وما بدي عيده. إذا من اليوم ورايح كنتي ناوية تقابليها لراسيلي خانو، ما بتروحي قبل ما تاخدي الإذن مني، وهذا الكلام بتحطيه ببالك وما بتنسيه بنوب. طيب أنت ليش عم تحكي معي بهالطريقة يوراج؟ هذا الأسلوب مانو عاجبني أبداً. يا ريت ما تحكي معي بهالنبرة مرة تانية. ألو، رسيلة عم تحكي معك، كاجري حياتي. أهلين معلمتي، قليلي. رسيلي، ليش اتصلتي؟ يي هذا أنت حبيب قلبي؟ خير إن شاء الله، وليش عم تحكي معي بكل هالعصبية والنزاقة؟ سلامتك والله، بس اتصلت بكاجري مشان أسألها إذا كانت كل أموركم منيحة. شبك؟ شو؟ في شي مشكلة؟ وحياتك في مشكلة وكبيرة يا ستي، صاير معنا مشكلة عويصة بس لمجرد انك عم تحكيها لمرتي. جبتي بافيترا لعندك هديك الليلة، وبسبب مرضك هاد كانت عيلتي كلياتها رح تعرف الحقيقة وينخرب بيتنا. يي، شو عم تقول انت سيد يوراج؟ ايه يا راسيلي، وفي شي تاني رح قوله وهذا بتسمعيه منيح وبتساويه. اياكي تغلطي وتتصلي بمرتي لحتى تطلبي منها تروح على بيت الدعارة.
وإذا بتتصل فيها مرة تانية وقتها ما راح يكون في أسوأ مني. هذا اللي كان ناقصنا يا صغير. اسمعي وراش، لعلمك انت هيك ما عملت الشيء الصح ابدا. لازم نروح على احمد اباد مشان فحوصاتك الطبيه. رح تاخذ القصه شي كم يوم، بس رح اضل قلقان وبالي عند العيله. سوري كان، اذا كان الوضع هيك فينا نروح الاسبوع لا الجاي. لا ماما، هذا مهم وضروري، والدكاتره كمان عطوا مواعيد. انت روح وما تقلق على البيت والعيله. سافيتري، انا قلقان كثير على بنت نجوري، ديري بالك عليها، هي محتاجة هلأ لأهلها وحدا يوقف جنبها. الحياة صايرة صعبة وبناتنا ما كان لازم يتخلوا عن الشجاعة. بس بناتك ما نون ضعاف لهالدرجة. أنا موجودة مع جوري، أنت دير بالك على حماتي. طيب رح نروح لك أنا. تفضلي. يلا. أمي؟ نعم. هالمرة كل تقاريرك الطبية نتائجها جيدة. الحمد والشكر لله. وأحسن شغلة عم نعملها يا أمي إني عم أخدك على أحمد أباد كل ست شهور مشان نتطمن على صحتك، وإلا أنت ما رح تديري بالك على صحتك أبداً لك أمي. يا ريت يا ريت كل الناس عندهم أولاد مثلك. يلا. سوري كانت، أنا كنت عم بقول لحالي بما إنه نحن أجينا على أحمد أباد وإجينا، ليش ما منروح منشوف سناندر رفيقتي؟ وهي هلأ متضايقة ووضعها مو منيح، إذا بمر عليها يمكن وقتها بقدر أعطيها شوية دعم وقوة. طيب ماما، خلينا نروح على بيتها. يلا. تفضلي. كنت واثقة ومتأكدة كاجري، حتى لو يوراج منعك تروحي أكيد ما حتردي وحتجي تشوفيني. شو المشكلة معلمتي؟ كاجري صرت متحملة اللي بكفيني وزيادة، وهلأ صار الوقت المناسب تماماً لحتى نقوي قلبنا ونعمل كم خطوة جريئة وجديدة لنكوش على ثروة آل جارودية. إيه معلمتي معك حق، صاير يوراج عم يتصرف معي بطريقة غريبة وما عم تعجبني. أنا كمان داخل من هالقصص كل يوم. اسمعي مني، شو قاعدين عم ننتظر قلبي؟ مو على أساس مفكرين نحط إيدينا على المصاري؟ معناتها صار الوقت ندبر لنا شي خطة مرتبة لحتى ما يصير معنا بعدين أي مشاكل مو محسوبة. إيه معك حق 100% يا معلمتي، بس أنتي فكرتي شو لازم نعمل بعدها؟ قديشك ظريفة، ليش رسيلي بتترك شي مهمة بدون ما تكملها على الآخر؟ ها؟ اسمعيني منيح يا روحي، وبعدين بقى كل ثروة آل جارودية رح تصير باسم مين؟ بافيترا. يعني مين؟ يعني باسم كاجري. وبعدين القصر الكبير، المصاري، الرفاهية، الأملاك، كله رح يصير تحت خدمتك. وأما عائلة جارودية شو رح تلاقي بإيدها؟ شقفة كيلة فاضية. Thank you.
كتير منيح إنه يوراج لساتن هي. لاكشمي تعالي على السريع بصير برا، قومي بسرعة. ليه شوفي؟ هلأ مو وقت الأسئلة يا لاكشمي، يلا قومي بسرعة. طيب قايمة بعدين. يلا بسرعة، يلا تعالي لأنه ما معنا وقت بنوب. يلا تعالي. لاكشمي اطلعي لفوق. لاكشمي شوفي. تعالوا اسمعوني شو بدي أقول يا جماعة. اسمعوني شو بدي اقول. لاكشمي بسببك بدي ارمي حالي من هون. اسمعي منيح، اذا ما بتسامحيني قدام كل الناس فانا بدي ارمي حالي وموت بسببك. كران شو الولدن اللي عم تعملها؟ لاكشمي حامل 10 حجار بايدي، تأكدي انه اذا بيوقع الحجر العاشر وما بتكوني مسامحتيني من كل قلبك وقدام كل العالم رح ارمي حالي دغري من فوق هذا المبنى وموت. 1 لا 2 كران حاجتك مزح بقى، يلا انزل لهون فورا. لا لاكشمي انا عم بحكي عن جد، واذا بدك هلا بتشوفي بعيونك. 3 يا الله خلص لاكشمي سامحي احسن ما ينتحر، رح تكوني انت السبب اذا انتحر. 4 لاكشمي هلا مو وقت التفكير ابدا، مشان الله سامحي وقولي له ينزل من فوق بزيد حاله. ايه لاكشمي 5 6 لا لا كارا عم تنزل. 7 لاكشمي لا تعدي هلأ بيموت. 8 لاكشمي انتي ليش حقودك لهالقد؟ شو هالشغلة؟ سامحي بقى بترجاك تنزل لتحت. لاكشمي هاد آخر حجر وبعده الحجر العاشر، إذا وقع بتعرفي شو رح أعمل. شو قلتي؟ 9 طيب لاكشمي مدام بتفضلي اني موت على انك تسامحيني فمو مشكلة، رح حقق لك رغبتك ورح ارمي لك حالي. جاي يا لاكشمي. واقف كران بسرعة لاكشمي خليه ينزل. لك حاجة جنان بقى كران انتبه خلاص. اوعد وقعد مسك منيح. روق انا سامحتك من كل قلبي بس يلا انزل لو سمحت. كران خلاص سامحتك انزل. لا يا لاكشمي انت ما سامحتيني من قلبك وعم تقولي هيك لأنك خجلاني من هدول الناس. بالله متأكدة انك مسامحتيني؟ ايه كران قلت لك سامحتك من كل قلبي بس فيك تنزل بقى. كران عم لك انزل لهون. شكرا لاكشمي لأنك سامحتيني عن جد، هلأ صار فيني انزل. كران لولي انتو كيف بتدروا تعملوا فيني هيك؟ مالا بوسك لاكشمي. شوفي لاكشمي طيب فيك تفهمينا ليش عم بتضب غراضك؟ شوفي لاكشمي بكفي ما بدي احكي معكم ابدا، مو قادره نضل بهذا البيت ولا لحظه بعد. هلا مرت عمي بغض النظر عن معاملة بناتك بس معاملتك أسوأ منهم. أنا جيت لهم بس لحتى غير جو وانسى جروحي يا مرت عمي، بس بسبب تصرفاتكم المولدنة خلتوني اتضايق وزعل أكثر مما أنا زعلانة. درجة أختي أنت
الظروف اللي عم بمرق فيها كتير منيح مو هيك؟ ليش؟ ليش ساعتيهم بهذا المقلب ليش؟ خلص طفح الكيل. أنا ما عتقدر ضل هون ولا لحظة واحدة. لك شمي أختي لا تحكي ولا كلمة، أنا بدي أرجع على البيت اليوم قبل بكرة كمان. لك شمي إذا بدك دورقة فيكي تيجي معي، وإذا حابة تضلي فأنا رايحة لحالي. استني شوي، زعلتي منا لهالدرجة معقول؟ بصراحة كان كل هدفنا إنه نرسم على وشك الحزين ولو ضحكة صغيرة بس. بس هي الأجواء البايخة ما بتخليني أضحك يا ريا. بعدين الجروح اللي بقلبي لسه ما طابت، ليش ما عم بتحاولوا تفهموا علي؟ ما عاد فيني ابقى هون ولا دقيقة وحدة، خلوني روح. لاكشمي لاكشمي بترجاكي لا تروحي. لاكشمي لو سمحتي ما تروحي. خلاص خلوها تروح. لاكشمي إذا كنتي حابة تروحي الله معك، بس بتعرفي حابة أقول لك شغلة قبل ما تروحي من هون. تصرفاتنا ما كانت عن عبث أبدا، وحتى كنا عم نعمل هيك بس مشان تضحكي ولنخليكي تفرحي. خبرني صور كانت قبل ما تجي لعنا باللي صار معك، وحكالي عن هديك الحادثة، لهيك فكرنا أنه نغير لك جو، بركي بتتغير نفسيتك ونساعدك تنسي كل وجعك. لاكشمي غلاوتك بغلاوة بناتي، وإذا احتجت كن مولدنة بتصرفاتي لحتى ترتاحي، ما رح يكون عندي مشكلة، المهم ترتاحي. حاسب وجعك يا بنتي، وبعرف منيح قدي صعب عليك الحادثة اللي صارت، بس يا لاكشمي الواحد مو من أول صدمة بتصير بحياته بيفقد الأمل وبيستسلم هيك. صح مرت عمي معها حق لاكشمي، ولازم تحطي ببالك دائما إنه الأهل بيتألموا بس يشوفوا أولادهم مزعوجين، فكيف اللي بيكونوا مثل حالتك ما بتشوفيهم كيف بيعملوا المستحيل لحتى يخلوا أولادهم مبسوطين وبيفرحوا بس يكونوا مرتاحين؟ أنت بتعرفي مين أهلك؟ لاكشمي لا تعذبي أهلي أكتر من هيك، هن مو مصدقين إمتى يشوفوكي فرحانة. أرجوكي ريحي بالهم، بكفيهم هالعذاب. وعلى فكرة أختي كنت بعرف وخبيت عنك من الأول، هاي اللحظة اللي حكولك عنها. لاكشمي بعرف إنه ما إلي الحق إني قلك لا تروحي، ويمكن ما بحق لي أتدخل بمشاكلك، وإذا كنتي مصرة تروحي فأنا عذرتك، وإذا زعلناكي أنا وبناتي فنحن ما قصدنا نزعجك، وإذا كنا غلطنا بحقك بتمنى إنك تسامحينا. مرت عمي انتي غالية علي، حبيبتي شو هالمسخرة أخي جنيت؟ أنت كيف بتفكر بكنتي بهالطريقة السخيفة؟ أنا آسف أختي كتير، وبعتذر كمان لأني فكرت ببافيترا بهي الطريقة. منيح هيك؟ بس جوري فيني فكر فيها بشي سيء ما؟ مع أني بعرفها وهي بنت صغيرة لا وكبراني قدام عيوني، مع أنك بتعرفيها كتير منيح قديشة غبية وفايتة بالحيط ما هيك؟ أنت برأيك ممكن وحدة هبلة مثل جوري تكون عاملة هالشي وتألف هيك قصة كبيرة مثل هي لتنقذ حالها؟ مع أنها مو هيك بنوب. خلص أخي ما بدي أفكر بالموضوع. أوه مو معقول، أنا ما بعرف ليش أنت مو مقتنعة وليش معندة لهالدرجة. على القليلة فكري باللي قلته ودوري بعقلك شوي. طب فكري معي لقلك، ليش ذكرت اسم بافيترا بالتحديد من بين الكل، وليش لحتى تتهمها هي بالذات؟ أنا متأكد أنه في شيء مو طبيعي. لهيك أختي أنا كتير حابب أستفسر عن الحقيقة مو أكتر من هيك. اسمع أخي، أنا ما بقدر أتخيل مجرد خيال أنه بافيترا إلى علاقة بهداك المكان، لأنه مؤمن وأخلاقه كتير عالية.
بعدين مستحيل كنتي تعمل أي شي غلط، وكتير بتحبني وبتخبرني عن كل شي. ما في شك بكنتي لو شو ما كانت القصة. إيه أختي شبك، يكوني منطقية ولا تثقي بكنتك على العمياني. أنت لازم تفكري باللي حكيت لك يا وتحلل الأمور بمنطق قبل ما تسرق هالبيت نفسه. أخي شبك، هذا الكلام مو صحيح ولا بشكل، وما عاد بدي أسمعه منك مرة تانية. بس يا أختي كتير زودتها. يا ويلي ما أعندك، مو معقول. معلش شو عليا كنتنا المحترمة، إذا ما بكشف حقيقتك قدام الكل ما بكون أنا وبكرة بتشوفي. جوري بدي أحكي معك كلمتين. معي أنا؟ خير يا خالي، شو بدك؟ لك يا جوري، أنا بعرف منيح أنك ما كنتي مخربطة وكنتي مستقصدة تروحي على هداك المكان، ومتأكد كمان أنه كان إلك شي هنيك. لهيك بدي أعرف شو سبب روحتك لهنيك، وليش قلتي أنه بافيترا هي السبب وقت لحقتيها. وعن جد بافيترا كانت بهداك المكان؟ لأنه الحقيقة شاكك فيها. اسمعي بنتي، لا تخافي ولا تتوتري، أنا بدي ساعدك مو أكتر. وبعرف أنك اعتذرتي عن اللي صار بس لأنك بدك تنهي هاي القصة وما تعملي بلبلة بالبيت بين أخوك ومرته. بنتي أنا حابب أنقذك من وصمة هالعار اللي صارت معك، علماً بأنه أنت ما إلك ذنب بهالشي. احكيلي يلا بنتي، احكيلي قولي. خالي هو اللي صار. ايه بنتي احكيلي، لا تخافي احكيلي. يلا انا شايف انه تعبير وجهك عم تقول انك مخبيه شيء خطير. انتي لا تخافي بنتي واحكيلي. لا لا ما في شيء ابدا. لكان ليش صار وجهك اصفر وقت ذكرتي اسم بافيترا لما صارت القصه؟ ها؟ اسمعي بنتي، أنا حاسس إنه في شي غريب بهاللي صار معك ومو عارف شو هو، وماني مطمن بنوب، وحاسس إنه بافيترا في إلها كتير علاقة قوية بهداك البيت، وإنتي بتعرفي إنه شكي بمحله يا جوري. مزبوط حكي؟ مو مزبوط حكي؟ ليك خالي أنا مو حابة أحكي بهذا الموضوع. جوري وقفي. شو غبية، خلص أنا هيك انتهت مهمتي وصرت متأكد 100% من إحساسي إنه بافيترا إلها علاقة بهداك البيت الوسخ، لهيك لازم تراقبها منيح. وكمان لتثبت لأختك إنه إحساسك بحياته ما بيكون غلط. شوف طابعين صورة بنت المدير بالجريدة بالصفحة الأولى كمان. أنت ما بتبطل هالعادة هاي؟ لك صار له ريخ اللي يصدق. إيه والله صحيح، ابنة عائلة جاروديا الصغيرة تم القبض عليها في بيت دعارة. خد شوف بعيونك هذا الخبر، أنت أكيد رح تنبسط فيه كتير. شفت؟ أوهوهوهو. بس السؤال يعني ليش انزهلتوا هيك بس شفتوا الصورة؟ ها؟ كل ما بتكون غني كل ما بتكون أفعالك أتقل. خد ورجيها للكل. كيفك عمي؟ أهلين يا ابني. الحقيقة عمي كنت ناطرك عنار لأنه خلصت الملف يلي طلبته مني ومو ناقصنا غير توقيعك. بس ما أنا مستعجلين عليه هلأ، بعدين في عندي شغلة هلأ أبدأ من هاي. حسموك؟ إيه خد ابني. بس يا عمي هيك هدول هن المفاتيح بيتك الجديد. ليش عمي؟ بيتنا جديد
صدقني ما في داعي تعذب حالك. لا في داعي وزيادة. نسيت قديش قضيت أيام وأنت عم تشتغل ليل نهار لتخلي أرباح الشركة تكون كتير كبيرة، فبتوقع أنه هاي الهدية صغيرة قدام اللي عملته أنت. لا تفكر يا سراج أني منحتك هاي المكافأة بس لأنه أنت بتكون صهري. كل موظف عنا من حقه أنه يحصل على ترقية، وخاصة إذا كان شاب شغيل مثلك أنت. ابني أنا كتير قصرت معك من قبل، لهيك شو ما عملت ما تعتبره كتير عليك. بس يا عمي هيك خلصنا، ممنوع نسمع اعتراض. كل واحد عنا هون بياخد على حسب أتعابه، ما عدا أنا يا حسرة. أنا قلت شي غلط؟ يلا سراج بلون ومبروكين عليك. أوكي أيوة احكي هيك من الأول. شكرا يا عمي. الله يرضى عليك يا ابني. ألو. مرحبا يا حلوة. أنت ليش عم تتصل فيني هلا؟ أنا موجودة بالبيت وبخاف إنه يسمعني حدا عم بحكي معك، وبصراحة ماني مضطرة أحط حالي بهيك موقف. خلص أنا برجع بحكي معك بعدين ماشي؟ وقفي، امسحي رقمي وإلا رح تزيد المشاكل ببيتك كتير بسببي. مشتاق لك وبدي شوفك اليوم. لك شو أنت جنيت؟ أنا مستحيل أطلع شوفك. وأنا بدي شوفك شو ما كانت تمن كاجري خانم. ليكي بدي اياكي تجيبي لي مصاري بسرعه لاني محتاجه، وطلبت منك لانه بعرف انه ما حدا رح يقدر يلبيني بهذا الموضوع غيرك انت، واذا ما كان فيك تطلعي برات البيت فمو مشكله انا بيجي لعيونك. المعنى يعني جربي قولي لي تعالوا شوفي كيف بنطلع عندك، شو رايك تجربي؟ لك ولا يلي فيني مكفيني مو ناقصني مصايب جديده، وانا اللي فيني مكفيني لهيك محتاج مصاري، بس انت رح تجيبي لي صح؟ خلاص أنا جاي لعندك، راح أكل وبعده بطلع فورا. اسمع لا تجي، أنت ليش عنيد ومتهور؟ ما عم تتفهم وضعي؟ أنت اللي ما عم تتفهمي وضعي بافيترا، قصدي كاجري. اسمعي إذا ما رح تقدري تلبي طلبي وقتها أنا مجبور إني روح لعندك لنص البيت وشوفك قدام الكل. أنت بدك مصاري ما هيك؟ خلص رح أعطيك مبلغ. حلو، لقيني على المكان القديم. لا أوعك مو هنيك، رح شوفك بالدار هاي المرة. كاجري شو قلتي لي بالدار؟ حبيتها هاي ها؟ أوكي رح كون بانتظارك لا تتأخري. خدن هاد المبلغ يلي قدرت أمنه، يلا روح بسرعة قبل ما يشوفنا حدا وتعمل لي شي مشكلة. انت عمين عم تضحكي؟ مو هذا هو المبلغ اللي طلبته؟ وين باقي المصاري؟ لك هدول هني خلصنا، طلبت هاد المبلغ وصار معك. ليكي كاجري بقدر حدد قديش يكون المبلغ من خلال وزنه بالعيد، بدي المبلغ اللي طلبته منك مقابل اني اسكت، مو ناقص ولا روبية. ولا تلعبي معي لأنك مو قدي أبدا. ما عاد بملك ولا روبية. بالله جد؟ قلتلك بقدر أعرف المبلغ من وزنه، بس كمان بقدر أعرف قديش المبلغ الموجود مع الشخص اللي مقابيلي. لهيك بدي إياك تطلعي كل المصاري اللي بقيت لسه بشنتاتك يا شاطرة. يلا يلا طلعي الباقي لأشوف. هدول وبس. خففي من شنتايتك مشان ما يغتالوك، لأني خايف عليكي. يلا طلعي كل شي مشان ما تتعبي بسرعة. إيه؟ خد وما عاد تطلب ولا روبية بعدها لأنه أنا ما عاد أقدر أعطيك، عم تفهم؟
لا ما عم بفهم عليك، فهميني لشوف. ها؟ يكون بعلمك كل ما احتجت مصاري بدي اجي لعندك وبدك تعطيني. مو انتي متزوجة من عائلة جاروديا؟ وهدول الجماعة عضمن ذهب، لهيك إذا وقعت بضيقة بدك تعطيني، مضطرة. ما أنتي أميرة ولا نسيتي يا حلوة؟ أميرة بنظر عائلة جاروديا، وأميرة مشهورة بال وعلى مستوى عالي ببيت اللهو، مو هيك؟ من هلأ وطالع كل ما احتجت مصاري بدك تعطيني والله، ورح تكوني مطيعة معي ورح تلبي كل طلباتي. وإلا بكشف حقيقتك قدام الكل وبتعرفي عواقب هذا الكلام، صح؟ باي كاجري، يلا خاطرك. كاجري؟ مين بدها تكون يا ترى؟ أكيد بفيتر عطت المصاري لهداك الزلمة لأنه كامش عليها شي شغلة. طب ليش كان عم بينادي بافيترا باسم تاني؟ معقول مو هذا اسمها؟ هلي شو هدول؟ هدول المصاري إلها، بس مقابل هدول المصاري بدي تخبرني كل شي بتعرفه عن بافيترا من دون ما تخبي ولا معلومة عني، وأنا جاهز لكل شي. بس هيك. مين بافيترا؟ ها؟ اسمعني يا حلو، ما تتظاهر إنك ما بتعرفها ولو؟ هاي مقايضة يا أخي. بعرف إنك كتير بتحب المصاري وأنا كتير حابب أعرف قصتها لبافيترا. قول شو رأيك أدخل بالموضوع دغري؟ بس بدك الصراحة، فعلا ما بعرف مين بافيترا. عم حاول أتذكر مين بتكون هاي اللي اسمها بافيترا. بس تمام، بعد هذا المبلغ اللي حصلت عليه صار فيني احكي لك مين بتكون هي بافيترا. قول لك، يلا احكي. هاي المخلوقة اللي عيلة جاروديا محترمتها كتير ومقدرتها، واللي مفكرينها بنت بريئة ونظيفة ومن عيلة أصلا ملكي، واللي مفهمتكن انه كل قرايبينها بتحلف بحياتها وبأخلاقها النبيلة، وانه هي أميرة بقصر ومدري شو. بالحقيقة بافيترا مرة بعكس هيك تماما يا شاطر، هي واحدة مشهورة وأفضل رقاصة ببيت الهوى، وكل الشباب تروح لهنيك مشان كاجري بذاتها.